Thank you.
بالنسبة للخدمة بتاعتي من عام 71 لهذه الساعة نتبع في البل، ما عنديش صرفة غيرها هي. بالنسبة للعين الاسم هذه الفدية العين اثنين، وعندها بالنسبة تمشي بالطاقة هذه الشمسية ممكن عندها حوالي 10 سنين، ومن بعد ضعف في المية. المية ما قعدش، قعد لنا مثلا كان المية مثلا متاع سطحي متاع الابيار، مش متاع العين لط اثنين. وفي سنين هذانا رانا العطش بالنسبة للزوايل ضربة هيسر، بيرعون بير عبد الله والحفاير الفهدية هذوما نقصات المي ونقصات الصين، المي ما فيهمش، هذوما كل صيف زوينا تتعب فيهم لأقصى ما يمكن، يوقع فيها العطش تلحقها العطش أكثر ما يمكن. مندوبية في قبل وصلناها عدة خطرات، والله يا ما طلو فينا ها، وقول لك هنا تنجو هنا كذا ها وكل ال فهمتني، وجايين ما جوناش ديما مثلا هنا تنجو هنا تو كذا هم ما جوناش. انا كل عام نتكلموا في الوقت هذا يوصلها الصيف، ولا كان وصلها الصيف او فاهم عدد الشكتات تبدا زويل تشرب، ما عادش تلقى مثلا فضاء مش تتغب، يلزم يكون الرد للتحذير قبل ما يصيف على الصيف، على خاطر لو كان صيف على الصيف ما عادش يفيدك، هكا لازمك تحضر الوقت هذا. المي في دوز لكن نجي في الثمانينات، أول الثمانينات كان عندنا المي أرتوازي، للا ما يعرفوش الكلمة، الضغط الطبيعي يخلي المي يظهر واحدة فوق الوطا، معنا نسقوا بالمي من غير ما نستعملوا محركات، الرواسب فيه كانت أقل من 1 جرام في لترة. نحكي لك في ما نحن هنا في غابتنا هذه، إلى أن وصلنا تو عم نول وصلنا إلا 31 متر، المية في عوض كان يخرج واحدة بدي تو تحت الوطاء 31 متر، ونسبة الملوحة بعد ما كانت أقل من 1 ولت تتجاوز 5، بين 5 و6. إيش يترتب على هذا؟ يترتب على هذا نقص الماء، قد ما ينقص الماء قد ما الملوحة تزيد، وهذاك علاش كنا في أقل من 1 بدينا في أكثر من 5. بالثورة حاطين عام 2020 ان باش نبقوا عطاشه، يا اخي ظهرت ان باش نبقوا عطاشه قبل 2020. علاش؟ خاطر اولا ما عادش الميتريز دولو، ما عادش الناس لاهيه معناها توزيع راسيونال، توزيع نزيه للماء، ناس ولت تحل في اراضي شاسعه باش تعمل احداث وحات اخرى جديده، يعطيهم الصحه، حاجه خارقه العاده. احنا في امس الحاجه ان تكون عندنا واحات نخيل جديده. الواحات النخيل هذه جديده كيفاش عملوا؟ حفروا بئر باش تستهلكوا المياه الباطنيه، المياه الباطنيه ملك الدوله. خاطر نعرفوا الصبخه، البحر، الغابه، الواد، المياه الباطنيه ملك الدوله، راهي ملك الشعب الكل.
ملك انا وانت والناس كل. لكن انت تجي تحفر الماء هذيك كي شفط الماء هذيك شيحته عيون اخرين فلاح اخرين ولا تضرروا. يلزم الردع والردع بقوة، مش أي واحد يعمل كما يحب. خطر الحاجة اللي ما تقلق التوانسة أن الواحد يصارحهم، كي نصارحوا بعضنا رأوا مصلحتنا، مصلحتك أنت ومصلحة صغارك ومصلحة الغابة بتاع والديك. اللي كان عندك 50 شجرة خليهم 50، حاول ترجعهم 60 أو مش ترجعهم 500. لو كان 500 عندك موارد مائية متجددة مرحبا، أما اللي كان عندك موارد مائية باش تضر معناها غيرك يولوا اثنين خسرانين مش واحد برك خاسر. خطر القديم اللي كان زرعة ثانية وتنتج عندها 100 و150 سنة ورثها جد عن بو على الجد، اللي كان المصادر المياه باش تعيش الواحة هذيك يصير فيها إخلال، راه إخلال يعم على الناس كل. وقتها احنا نجريو على تدمير أنفسنا بأنفسنا. لكن لقيوا كيفاش يقطعوني إربا إربا، راهم قطعوني إربا إربا على خاطر أنا رأس الفتنة. أنا لأن قبت النقبة الأولى وخرج الماء وعندنا باش يسقي وقد يزرع منه ألا فول الثمانين قد يزرع 10 هكتارات حتى واحد، وبدت انقب 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 لين ولت المش، والحاكم يجري ويسدوا في الابيار والحرس مسكر لكم شايح والعباد يديروا، وكانت خرافة كبيرة. هذايا بيرنا احنا درناه، وبيرنا مازال موجود وخلصنا عليه الفلوس وعندنا دوسيه عند المندوبية. وهو اللي كان يمشي بالطرق الرخيصة عنده سيبونسيون، لابيات تعطيك سيبونسيون كي باش تحفر بير، كي باش تعمل جابية، كي باش تعمل قنوات الري، الدولة تعاونك. أما كي تمشي بقانون الدولة مخططة مش غلطة، مش ندربك للدولة، أما أنا نمن بالعقلانية. أما اللي كان أنت تخلق مشكلة ويا دولة إيجا عاوني برا حل مشكلتك وخلي سنتك تعطش. ما ثمش حتى مندوبية جهوية ما عندهاش خريطة متاع المياه متاعنا. ترى سألني الناس اللي عملوا هذا، ما مشاش حد شاور السير ديا، مشاش حد واحد لابيا باش يسألها باش ياخذ أجريمون. السيار دياء هما اللي يسهروا على حماية الثروة المائية، خاصة احنا موضوعنا الثروة المائية. اما اللي كان ما عندهمش بيرسونال ولا البيرسونال هذاك مهدد، هما ناس بالسلاح متاعهم وخايفين، فما بالك واحد يمشي يراقب القبير تحفر وباش يغطيه تياكل طريحة ويروح.
باش نحسنوا هذايا. اول شيء الساعة لازم الماء يولي يخرج نتحكموا فيه، يا ما تنخرجوه ويا ما تنخرجوش. الحل الاول البسيط هو نسقوا بالسقيان المركز بالتواب الفقهي ديما، بدأت تكلم عربي قوت قوت. شفت هات النخلة قديش تبعد على النخلة المساحة المسقية، ما هو ما أكثرش من 200 متر، ثمش أكثر من 200 متر. شوف إلا مش مسقي قديش، وشوف إلا مسقي قديش. في وقت الغيب العادية هذا الكل تلقاه مسقي كله ما بعض، وهذاك علاش ها اقتصاد الماء. هذه هي اللي تعوض نخدمه ونسكته البير و... واليوم هاو بخل شوي ناضو موخر، ولا في الليل ما سهرش رقد بكري، هاك المنطقة اللي ناويين نسقوها ما وصلهاش المياه خاطر نسقو راهو كل يوم. المنقالة هذه فيها بربع ساعة تتعدل كل واحدة معدلة على حساب الوقت بطريقة كونه نهار كامل يخدم واحدة ويقص واحدة، ما نخدموش احنا ونقصوا احنا. الإدارة مش مقصرة، لكن الإدارة عندها ضوابطها وعندها قوانينها وعندها الحق كي تقول ما تنقبوش ما تظهروش الماء على خاطر الماء تو ينقص ويملح. وفعلا الماء كيف ظهر نقص وملح، لكن هنا ربما في كلامي يعني وقفنا في ويل للمصلين ما تظهروش الماء ايه، لكن ايش يجي بعدها؟ اني نظهر لك الماء، اني الإدارة، واني نرتب لك الدورة. حاجتي بمعلومة نمشي لخريطة الإرشاد الفلاحي، وين ثم الماء نشري ثانية، وين ثم الماء وين تعطوني ترخيص، وقتاش تعطوني ترخيص باش نحفر؟ كي يعطوك ترخيص باش تحفر لا، وين ثم الموجود الماء؟ اما مش انت تحب الماء وتحبه بلاش، وكيف ينضب الماء تحب الدولة تعاونك. ها من مياه الشمال نهبطها دوز توا البلايص هذيك، ثم استغلال رشيد، ثم ديزو اباندونت. شاور اهل الذكر، خاطر الدولة معناها مش جابات كونساتك، لا الدولة مسؤول عليك، اما انت شاور. احنا في بر تونس عندنا قانون اللي هو يمكننا من الاقتصاد في الري بمنحة بنسبة كذا وكذا. لا انتم ما عندكمش الحق، وفي كلامهم وقانونيا واداريا فعلا ما عندناش الحق، على خاطر احنا مناش داخلين المنظومة الرسمية العادية خلاوضية، بل بالعكس اكثر من الخلاوضية احنا قاعدين نفسدوا في الدنيا، نفسدوا فيها بهالنقبان المي وتظهيره وتسيبه. لكنك انت تأطرني وتوفر لي البير اللي كنت نحكي عليه هني تو، ما عدتش اني مضطر باش نخلوض،